على تنظيم على تنظيم تنظيم الدعوة في الجماعات. وسمعنا منكم سابقا في حديثكم حول الجماعات يعني أن الواجب على الجماعات أن يتكاملوا في العمل، أن يعمل كل واحد حسب تخصصه. ومن خلال استماعنا لكم في المدة الأخيرة هذه أنكم تمنعون عن التحزب والعمل التنظيمي، كيف نوفق بين القولين؟ يعني لا تعرف التنظيم الآن نحن اجتمعنا هنا على تنظيم أليس كذلك؟ نحن ننكر تنظيما وننكر تنظيما. التنظيم الذي ننكره هو ما يهتف به الناس الذين يريدون أن يقيموا دولة الإسلام ما بين عشية وضحاها بهذه التنظيمات التي تقوم على ما يشبه التنظيمات المعروفة لدى غير المسلمين، تنظيمات سرية مثلا، استعدادات مادية أن تكون مثلا دولة في وسط دولة وأشبه ذلك، أو دويلة في وسط دولة وهكذا. التنظيمات هذه التي يزدل حولها كثير من المتحزبين هذا الذي نحن ننكره. أما التنظيم في سبيل تدريس العلم وتوجيه الناس وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ونحن ذلك من أحكام المطلوب شرعيتها في الإسلام فهذا نحن لا ننكره. باختصار إذا كان التنظيم ينتج منه التحزب فهذا الذي ننكره. أما التنظيم الذي لا يترتب من وراء التحزب والتحزب الذي لا يترتب من وراء تفريق الأمة إلى شيع وفرق وعذاب فهذا نحن لا ننكره، ولا يستطيع الإنسان أن ينكر تنظيما يساعد على نشر العلم وعلى توعية الناس وعلى تثقيفهم وتربيتهم على أساس الإسلام الصحيح. فلعله لا تناقض بين ما كنت سمعت قديما أو سمعت حديثا. لكن هؤلاء الجماعات يعني نعرفهم أنهم متحزبون، يعني متحزبون يعملون بعمل تنظيم تنظيم سياسي. أنا ما قلت جماعة معينة هذه مشروع أو غير مشروع، أنا أقول أي جماعة تتحزب وتتكتل ويترتب وراء ذلك ما تعلمون بيعة رئيس الجماعة وما شابه ذلك هذا مما يزيد المسلمين فرقة واختلافا.